فاليوم شنو محضر لنا؟ شنو المفاجآت اللي كاين؟ شنو الأسرار الجديدة اللي غنكتشفوا؟ إذا جبتي الأطفال ياك؟ الوصفات الأطفال دونك الصغار. اليوم غنهضروا على واحد العشبة مجهولة عرفوها لراسكم دونك بحالك بحال لي زوتر بحال الناس كلهم. مسابقة عاوتاني. المهم غتهضر هاد العشبة بطريقة باش حاولوا تعرفوا اشنو هو علاش غنهضروا اليوم. تياخذوها حتى الدراري الصغار. كنقدروا نعطيوها للدراري الصغار. معلوم ماشي مشكل. ياخذوها دونك الرضع الأطفال البالغين والكهال. بيبي انفون ادولت فيير. هاد العشبة هادي نقدروا ناخذوها. راها بنينة. لذيذة. ايوا حاولي تعرفي شنو من العشبة علاش غنهضروا اليوم. أنا غنركز معك. بسم الله. يلا بسم الله. اش تقول هاد العشبة؟ هاد العشبة تقول لك أنا صديق تنسى. تنخفف المعاناة ديالهم. والمتاعب ديالهم الصحية والنفسية. دونك. تتخفف المتاعب ديالهم الصحية والنفسية. بجوج. دونك. وهي صديق تنسى. دونك. تتخفف المتاعب الصحيه والنفسيه اللي تتعاني منها ولا اللي تتقهر العيالات خاصه عند انقطاع ديال الحيض والبلوغ سي الياس. دونك اذا تستعمل لامينوبوز هذاك سي الياس. انا عطري روايحي واعره ومحبوبه بزاف. تنجري على الغازات المعويه والمعديه او تنجري على الغازات من المعده والمصران وتنهضم الطعام ونقوي المعده ونفتح الشهية ونسكن الوجع والصداع. إذا شنو هي هاد العشبة اللي غتكون بنينة ولذيذة وياخذوها الرضع والأطفال والبالغين والكهال واللي هي صديقة ديال النساء واللي تتعاونهم بزاف وتحيد عليهم المتاعب الصحية والنفسية ياك؟ وباللي اختصاص انقطاع ديال الحيض دونك سي الياس. وشنو هي هاد العشبة اللي عطرية روايحة واعرة ومحبوبة بزاف؟ اللي تتجري على الغازات المعوية والمعدية ديال المصران والمعدة. وتتهضم لنا الطعام وتتقوي لنا المعدة وتتفتح لنا الشهية وتسكن لنا الوجع والصداع. إذا خمي أنا كنخمم. أش تقول هاد العشبة؟ وأصلا عندي احتمال دابا واجد. بلاتي نكمل. يلا كمل. نخليو الناس هما يشوفوا الاحتمالات ديالهم. واش بدنا تعينا؟ انا مقوي جنسي. الا كثروا مني الرجال نبردهم ونخليهم دلال. اما انسى حتى ولو كثروا مني راني نحييهم ونرد لهم الشهوه ديالهم نسخنهم ونردهم عافيه وجمر. نكثر الحليب وننشط الافرازات ديال الدوره الشهريه ونقوي البيض ونطلق سراح النساء في الحماله. اذا هاد العشبة إلا خادوها الرجال بكثرة تتبردهم وتخليهم دلال. خادوها بالقلة راها تتقويهم وتردهم في حولة. خادوها بالكثرة تتبرد الرجال. العكس عند العيالات. حتى ولو خادوها العيالات بكثرة غير تجبد لهم تعطيهم الشهوة حتى لا مشات لهم هاد الشهوة الجنسية. هذاك ألور تعطيهم الشهوة الجنسية تقويهم جنسيا. تخلق المبيض البيض. تكثر الحليب وتطلق سراح النساء حتى ملي يبغي يولدوا. اذا شنو هي هاد العشبه اللي غتكون؟ دائما تركزت الفكره عندك في مخك اختي سوفيا. واخا اش تقول؟ انا تنعالج البروديه والصداع والسعله والتهاب البلعوم والام الصدر. إذا هاد العشبة تتعالج لنا البرودية عامة سواء كانت جنسية ولا ماشي جنسية. تتحيد لنا الصداع اختصاص للسعلة والتهاب ديال القرجوطة أو البلعوم والآلام ديال الصدر. وإذا كنتي مقلق وما جاك نعاس غير خذ منها شوية مع الحليب تهدنك وتخليك مرتاح. اما الزيت ديالها هي غتهضر دابا. اما زيتي راك تلقاه في ادويه كثيره. ملي تنهضروا على الزيت تنهضروا على ليسونس. دونك الزيت الطيار. دونك الروح ديال هاد العشبه. الروح الطيار ديالها. دونك اما زيتي راك تلقاه في ادويه كثيره خاصه ادويه ديال السعال. دونك الكحه الربو الضيقه
المغص، تشنجات عامة المعوية والمعدية، موجودة في المستحضرات ديال التجميل، في المعاجين ديال الأسنان، حتى في المبيدات ديال الحشرات موجودة هذه. قال فيا الشيخ داود الأنطاكي في التذكرة، تنحلل النفخ والرياح، دقة بطلة الغازات المعوية المعدية، ونزول أنواع الصداع البارد خاصة الشقيقة الملعونة، نكرها اختصاص الشقيقة، حتى ولو بالبخور، حتى لشديناها وحرقناها وشمينا الريحة ديالها تحيد لنا الشقيقة. راني نعمة ورحمة لوجع الصدر وضيق النفس والعيا والسعلة وضعف الكلاوي والطيحان. هاش يقول داود الأنطاكي في التذكرة ديالو، راها اختصاص الأوجاع أو الصداع ديال الصدر والضيقة ضيق النفس القصور تنفسي، العيا اختصاص للعيا، اختصاص للسعلة، اختصاص الكلاوي إلا كانوا ضعاف، والطيحان. إذا اش غتكون هاد العشبة اختصامية؟ نزيدو نكملو. دخاني تيسقط المشيمة، راني نقوي الشهوة ونهيج الباردة، أما عند ابن سينا في القانون ديالو راني ندر البول ونصفيك ونقي الرحم والوالدة من السيلان المهبلي لي بارت بلونش ابوندونت والرطوبات، نحي ونحمي الشهوة ونحرك الرغبة، راني صديقة ولديدة. اش غتكون هاد العشبة؟ اشنا هي الاستعمالات ديالها عند ابن سينا؟ اش يقول لك؟ راني تنبول بمعنى تنصفي، ومني تنصفي وقلنا تنحيدو الشوائب من الجيزه لي دويريتي هاد لابلونت، نصفيك نحيد تم الشوربه، نحيد تم بشويه بشويه الوسخ اللي كاين في الدهات الكلاف الطبايع داكشي كامل. واختصاص التنقيه، دونك علاش تنقولوا صديقه ديال العيالات؟ اختصاص التنقيه ديال الرحم ود الوالده من السيلانات المهبليه لي بيرت بلونش، خاصة بلونش ابوندونت، والرطوبات اللي تتكون عند العيالات. وهذا ابن سينا اش يقول؟ تتحيي الشهوة الجنسية عند الرجال والعيالات، في القلة ديالها عند الرجال، في الكثرة عند العيالات. وبيان سور تتحرك الرغبة، راني صديقة ولديدة. اش غتكون اختي هذه؟ ساليتي؟ سالينا، اش غتكون هاد العشبة؟ أنا فكرت في جوج الاحتمالات. يلا قول. مادام قلت صديقة الطفل الرضيع والأمهات والرجال، أنا فكرت يا إما في الكروية ولا حبة حلاوة. الرضا. صحيح. بيني وبينك. الكروية ولا حبة حلاوة. دابا نعاودو، شوفي غير ركزي، راه ساهلة. بعدا في هاد الجوج. معلوم كاينة في هاد الجوج. تكلمنا كثير وعطينا مزايا متنوعة ديال هاد العشبة هذه، قلنا صالحة لكل الفئات ديال الأسرة، الصغار والكبار. فوالا، وبقينا بين حبة حلاوة وبين الكروية. البدو، غير البدو منين بدينا، صافي تتحيد لنا الشك بين وحدة من هاد العشبات. حنا غنبداو، راه كلهم الناس عارفينها وهضرنا عليها، وراك لقيتيها تقريبا نصف الجواب عندي. واخا. اش تقول هاد العشبة؟ تقول لك أنا صديق النساء، تنخفف المعاناة ديالهم والمتاعب ديالهم الصحية والنفسية اللي تتقهرهم، خاصة عند انقطاع الحيض أو بلوغ سن الياس. دونك لا مينوبوز هادي عرفتها. صافي بينات لك. عرفتها. دقة بطلة. لا عرفتها هادي، حيت داخلة في واحد الوصفة مهمة بزاف وهضرنا عليها. وهضرنا عليها حتى عينا. و سي ان خلق المبيض وخلاص لقيتيها عرفتيها. حبة حلاوة. الرضا. وبنينة وليدة. تقول لك أنا عطرية. رويحي واعرة ومحبوبة بزاف. تنجري على الغازات المعوية واللي في المصران، اللي في المعدة والمصران. تنهضم الطعام. تنقوي المعدة. تنفتح الشهية ونسكن الوجع والصداع. زاد كملاتها حيت باينة. أنا مقوي جنسي. إلا كثروا مني الرجال نبردهم ونخليهم دلال، أما ننسى حتى ولو كثروا مني راني نحييهم ونرد لهم شهوتهم، نسخنهم ونردهم عافية وجمر، نكثر الحليب. دونك لاكتاسيون راه هضرنا عليها شحال من خطرة اختصاصية، وهذاك في ميزان الهرمونات وخلق المبيض، هي اختصاص في خلق المبيض وفي تهدئة الأعصاب، نكثر الحليب
ونشط الافرازات ديال الدوره الشهريه ونقوي البيض، قلناها ونقوي البيض ونطلق سراح النساء في الحماله. وهذه هي اللي بيناتنا الطريق صراحه ووضحت لنا شكون هي ما بين الكرويه وما بين حبه حلاوه. اكيد حبه حلاوه هي حيدت لنا الكرويه وبقات لنا حبه حلاوه. قالت لك انا تنعالج البروديه والصداع والسعله، اختصاص السعله والتهاب البلعوم والام الصدر، ولا كنتي مقلق وما جاك نعاس خذ مني شويه مع الحليب نهدنك ونخليك مرتاح. ممتازه هي قبل النوم. الناس اللي عندهم عسر النوم واللي ما كيقدروش مساكن يعسوا حبه حلاوه مع الحليب، واللي عاوتاني غيحيد لنا الشك. ايه ما تنستعملوش هذا اللي غنقولوا دابا مثال بسيط. اما الزيتي دونك الروح الطياره ديالها راك تلقاه في ادويه كثيره خاصه ادويه السعال. ايه والكحبه الكحه والضيق الربو المغص التشنجات المعويه والمعديه وخاصه وفي مستحضرات ديال التجميل وفي معاجين الاسنان غير نقولوا في معجون الاسنان الكرويه طارت اوتوماتيك وكل شيء في البلاصه وموجوده حتى في المبيدات ديال الحشرات. اذا حتى في المبيدات في البلاصه طارت لنا الكرويه. ايه قال فيها الشيخ، قال فيا الشيخ داود الانطاكياش قال في التذكيره ديالو تنحلل النفخ تنجري على الغازات النفخ والرياح نزول انواع الصداع البارد خصوصا الشقيقه الملعونه. فعاله اش كنا قلنا قبل الشقيقه؟ كنا لحفات لينا عندنا خزامه وعندنا القرعه السلاويه نزيدوا حبه حلاوه ونزيدوا بابونش. احنا اربعه العقاقير كونا بهم دواء فعال ضد الشقيقه. اش كنا قلنا قبل عاوتاني؟ الروح الطياره ديال دونك ليسونس هذاك الزيت الطيار او الروح ليسونس ديال لوكاليبتوس لا شميناه حتى وصلنا للمعده دقيقه من بعد او جوج دقائق باي باي الشقيقه. اش قلنا على الشقيقه؟ رقم واحد في الشقيقه في الدنيا هي الكافوريه، هي شجره لالا مريم فعاله ممتازه غير بوحدها راه رائعه. دونك هاد العشبه اللي بنينه ولذيذه وكل شيء ها شي حوايج اللي صالحه هي داخله لنا حتى في الشقيقه. اش يقول لك؟ حتى لولا تبخرنا بها مالين الشقيقه تبخروا وشموا الريحه ديالها تتحيد الشقيقه. حبه حلاوه كنا قلنا واحد الوصفه قبل حبه حلاوه والزيت البلديه دقه بطله للقمل. دونك راه كاين شي هضرنا على تعين على حبه حلاوه وداخله دائما في الوصفه الثلاثيه دونك ضد الغاز الغازات المعويه والمعده ومشاكل المعده اغلب مشاكل المعده واغلب مشاكل القولون داخله فيهم توجور اوتوماتيك محبه حلاوه باش تخرج الغاز وتهدى لنا التشنجات المعديه والمعويه وكل شيء وتحيد لنا المغيص قلنا البطن اللي عنده البطن منتفخ هادو كلهم مهمين بزاف. نصيحه لكل افراد الاسره الحمد لله استعمالتها كثير ومتنوعه وكيبقى مذاقها لذيذ وحلو وما في حتى شي ضرر وتاثير سلبي على الوليدات خصوصا الاطفال الرضع ممكن نعطيهم للجميع. المراه الحامل تاخذها كذلك الطفل الرضيع ياخذها لزياده كنا في الانجاب وكذلك في المبيض مهم جدا الزياده في الشهوه ايضا بالنسبه للسيدات وياخذوها يعني بعقلانيه الرجال لان فعلا انها هي مفيده. هي الا كثرنا منها الرجال حنا تتبردنا ياك في القله ديالها راه مقوي جنسي الرجال ولكن اختصاص العيالات كان مقوي جنسي وحتى حيت كاينين هذا المشكل مطروح هذه العيالات. قلنا الجهاز التنفسي كذلك مفيده بزاف حبه حلاوه. بلاتي تتسخن العيالات هي الاولانيه. هذا المشكل راه مطروح عندنا احنا المغاربه وميم لي فريجيد راه تتعاونهم وكل شيء. دونك من الجهه تتحيد لنا الافرازات المهبليه لي بيرت ابوندونت بلونش ومن الجهه تتسخن هذا المشكل ديال البروده الجنسيه مطروح تتسخن العيالات كل شيء. من الجهه اخرى اختصاص السعال والبلعوم والالتهابات ديال البلعوم دونك القرجوطه منفوخه هذه هي الوقيته البرد وكل شيء. هذاك راه حنينه لذيذه وبنينه وحنينه على الذات. اختصاص الغازات المعويه اللي بغات الفونتر بلا اللي عدوا الكرش وهي حيدها عليها غير بحبه حلاوه ولذيذه ما نساوهاش. مهدئه الاعصاب خاصه كاينه واحد التيسوميه واحد لاتيزان زوينه بنينه لذيذه رائعه وما تبعيش منها فنه احسن من لاتاي احسن من داك الشيء كله وسهله. والرحمه واختصاص اللي موتر اللي معصب اللي عنده الخوف اللي عنده لونكسيتي دونك الارق وداك الشيء كامل وصالحه لكل شيء. راه قلنا الرضع الرضع الاطفال البالغين عنده قلق عنده وسواس عنده هذا كله مشاكل. وسمعي هذاك هذا لاتيزان راه غير يجي حصص ديال حصص ماشي حصه ديال لاتيزان. لخدينا بابونش وزدنا شويه حبه حلاوه وغليناه وخلينا خمر شويه صفينا دفينا
وشربي وشوفي والله ما تشبعي منه. حبة حلوة والبابونج. هانت أنا غادي نقيدها. مذاق رائع. ألور لا تيزان مثال بسيط لارين إليزابيث. عندها جوج أنواع مفضلين. عندها وحدة بلا حبة حلاوة وحدة بحبة حلاوة. كل خطرة هذاك بيناتهم. أش عندها؟ عندها حبة حلاوة. عندها بابونج لا كامومي. عندها السيترون. لو زيست دو سيترون. شغل حامض. إي وحدة سكينجبير. هاد لا تيزان راه ما تشبعيش منها. راها بنينة، راها رائعة، لذيذة. أش قلنا فيها؟ شوية ديال القشور ديال الحامض. بابونج. حبة حلاوة. وسكينجبير. والله ما تشبعوا منها. حنا كنتكلموا على طري في السكينجبير الطري ماشي البودر. هاد الوصفه هادي اللي هضرنا عليها هضامه تتعطي لهاد المول والتخمه وداك الشيء قتله تتجري لنا على الغازات المعويه راه فيها الرحمه مهدئه الاعصاب خلق المبيض عند العيالات وترد لهم الشهوه واخا على سلياس وتعطي قوه جنسيه للرجال في القله ديالها ما نساوش في الوصفه هذه اللي هضرنا عليها راه زدنا له جانجونبر سكينجبير عرق الذهب اللي هو كيسخن وممتاز كيعجب وكل شيء واختصاص كاع اللي كاين في حبه حلاوه اختصاص هو فيها هذاك وزايد على حبه حلاوه وزدناها الكاموميلا البابونج اللي مهدئ الاعصاب سي ان اونتي انفلاماتوار ضد الالتهابات وكل شيء وضد الماغيس وبزاف الحوايج يقدروا ياخذوا بالمذاق الطبيعي الا جاهم شويه صعيب يقدروا يحلوا بعسيله ما كاين حتى مشكل الور سمعي اصلا القشور الحامض غيتنسمو بالحامض سمعي أيه. الور كنت تعرفي خوك كاع الناس راه تيعرفوني انا تنكمي ايوا تنسى راسي وكيف تنخدم ليل ونهار وكل شيء تنكمي والله اختي واحد سبع شهور ولا ثمان شهور وعندي اون نارين عديني في شويه مسدود الور مبرزتني في خاطري خوك هاد العشرين يوم الاخرانيه ولا هاد الشهر يوميا القهوه ديالو تنشرب النهار ميت ما شربتش 10 الكيسان تنشرب معاك انت ومعاك الله يحفظك التدخين يا رب ولكني تنحلي بالعسل العسل ممتاز النوع الفن هذا كنت جبته من التانوردي هذاك واعر من الايتزر تنحلي بالعسل بروميير رومارك اول حاجه ما دازش سيمانه نيوفين نشفوا وتحلوا وصفة سهلة هذه غير قهوة حليتها بالعسل وغير عسيلة وميها دافية سخونة راه فعالة ما حسك لا درتوها في القهوة ما تيجيش العسل في اتاي تيهرس اتاي ما تيعطيش المذاق بنين وكل شيء بار كونتر القهوة تيعطيها مذاق ممتاز رائع وكل شيء والله اختي ما بقيت نقدر ناخذ دابا قهوة غير بالسكر العادي ها العسل تولفتي بالمذاق ديال العسل اولا الرحمة انت تهنيني مشاكل ديال الصدر وكل شيء والبلعوم دونك التهابات ديال البلعوم ومشاكل الصدر هذاك ثانيا مذاق ممتاز تالتا انا عارفها قوة تامة العسل هو الكل في كل شيء خمون اللي طاح لكم في مخكم العسل صالح ليه غير هذه الوصفة السهلة فعالة شناهي قهوة بالعسل هذا ما حساك لا خدينا بابونج وخدينا حبة حلاوة وخدينا الزيز دو سيترون وخدنا سكينجبير وحلينا بالعسل والله اختي تغاية ممتاز الرحمة البرودية دابا دقة بطلة جميع مشاكل السر والسعال وداكشي كامل دقة بطلة لجميع مشاكل ديال المعدة وهذاك دونك كاين دي تيزان بنان لذاذ رخاص على المستمعين غير يجربوا ياك ولقاو راحتهم ان شاء الله هادشي اللي كنتمنى منك جوج ديال الطلبات اشنا هما اختي طالبة مشكل ديال الشيب إيه؟ وطالبة كذلك عندها مشكل ديال بنيتها اللي في عمرها 18 سنة نحيلة بزاف يعني نحافة ما تتصوبش ماشي مشكل قال زيادة في الوزن الله يجازيك بخير إلا كانت شي وصفة لزيادة في الوزن بوسة دي شمال غادي نمشيو لأول سؤال قلنا ديال أختي أمينة من مراكش اللي كتسول على مشكل ديال الشيب في الشعر وكتسول كذلك على مشكل زيادة الوزن بالنسبة للبنت ديالها اللي في عمرها 18 سنة ألور جوج الوصفات اللي غنعطيو اليوم الشيب ألور الوصفة الأولانية كانت قالت أختي نادية ملي كانت هنا هاد الوصفة مثال بسيط هي دابا في كندا تستعملها حيت التجربة هي كل شيء المعرفة بوحدها والوصفات بوحدهم والتجربة هي الكل في الكل دونك راه تتلقى مثال بسيط لدخلنا الكتوبة وبدينا نقراو تلقاو الآلاف ديال الوصفات ولكن واش صحاح ولا لا إلا ما تجربوش ما تيسوا والو من الوصفات دابا اللي خدامة وراه عاطية مفعولة هذه مجربة راه دابا تتجرب هذه وصفه ديال اختي ناديه ما ديالش دونك انا راه ما تيخرجش من عندي انا شي ماسك ولا شي وصفه ولا شي حاجه لا ما تجربش فيا انا هو الاول دونك الوغ هذه وصفه ناديه راه خدامه فيها في كندا
العيالات تتهمهم بزاف. اش كانت قالت للشيب؟ الشيب ما يبقاش يحيد. دونك حتى المشكل ديال نداو خطره خطره نصبغوا وداك الشيء ما يبقاش هذا المشكل عندنا. واخا شي تيطيح لي فكره ما نعرف نعطيها للعيالات ولا لا ولا نخليهم تيتزينوا ولا شنو هي الفكره؟ الفكره هذه واحد 25 عام هكاك ولا 30 عام اخوك. انا ديجا ما تنحملش الوصفات ديال الصباغه الصبيغ بالنسبه لي ماشي مهمه دونك ني با امبورطون مي صافي لونتون كنت صوبت واحد تصوري اختي سميه غير زويته زيت تشقي بها شعرك توقف تحت الشعر تنوض الشعر وتنوض الزغبه مصبوغه من الجدر نايضه مصبوغه ما عمر ديك السنتيمتر ولا نص سنتيمتر ديال الشيب يبان لكم. اش تيطرى لكم انتم العيالات؟ خاصكم كل 20 يوم 24 يوم 25 يوم تمشيو تصبغوا تطلع على راسين تيبدا يبان الشيب. اذا تنبقاو حنا في لو سيركل فيرمي فيسيو. الا ما مشيت كل 22 ولا 23 ولا شهر حنا نديرو كاع مشيت صبغت تيبان لي الشيب ياك. الوغ الشيب انستيتيك ما تيعجبكمش العيالات كلشي حنا ما تيهمناش الرجال. الوغ تنمشيو نصبغوا الصبايغ الصبايغ فيهم لي زوكسيدون تياكلوا لنا الجله تيتكرفسوا على كلونت سيباسي الوسيسه اللي تحت كل زغبه وكلشي عامل اساسي تساقط الشعر. عامل اساسي وتدخل في القرعيه وكلشي وتعطينا الطفح الجلدي ومشاكل بالعدل مشاكل مباشره كيبدا زيد عليها هذاك راهي لي كونسيليجين. الوغ هذوك تصوري زويته نديرها ما بقاش يطيح شعري تينوض شعري وتنوض الزغبه مصبوغه من الاصل مصبوغه. هذاك المشكل تبان لنا داك الشيب كل 22 ولا 23 ولا 24 يوم ما عمره بقى. وفي نفس الوصفه نقدر نزيد ترطيبه. دونك من الجهه ترطيبه ديال الشعر من الجهه توقف لنا طيحان الشعر تنوض لنا الشعر وتلولوا لنا وتنوضوا لنا ملون اصلا. هذه وصفة واعرة هذه سحرية هذه لكن مشاربة والله اختي واحد 25 عام ولا 30 عام باش درتها تا جربتها وتأكدت منها وكل شيء وعاد صافي دورت الصفحة. الو نرجعوا للسؤال الأصلي غنعطيوها تنخليه يمكن تجينا ديالك. الو نرجعوا للسؤال الأصلي دابا ما عطيتناش الزيت سمعي. الو اش قالت نادية ملي كانت هنا؟ الطريقة سهلة. القشور ديال البصلة اللي تلوحوا ياك البصله هاد خاصه الحمراء ياك القشور ديال البصله تناخذهم نلوحهم في كاسرونه تنزيد عليهم اتاي تزيدوا المويه الماء وتنغليو على شكل مركز مثال بسيط. درنا جوج كيسان ديال الماء تتبقى لنا ربع كاس. غنشدوا هذاك ربع كاس غنشلوا به غسلنا درنا الشامبوان ديالنا حيدنا كل شيء الدرنيي اودرانساج اخر ما باش غنتشلوا نخويو عليه هذا الماء نفزقوا شعرنا نخليوه ينشف ومشينا وخليناه في شعرنا حتى منين نبغيو نديرو اونكور ان شامبوان نغسلو شعرنا ثلاث ايام يعني ما نغسلو الشعر لا نخليو فيه. اييه الور داز خمس ايام ست ايام سبع ايام راه لو لافاج اش قلنا لو لافاج فريكون اي موفي سي اون كوز اسونسيال اي ديريكت لا شوت دي جوفو بكثرت الغسيل متكرر الغسيل متكرر كلشي. نعطيو مثال بسيط غير الصاله ياك تنتوضا وخصنا خمسه الخطرات في النهار نفزقوا شعرنا وكلشي ياك كثرت الماء باش نفزقوا شعرنا وكلشي تينشف الزغبه والزغبه ملي تتنشف تتهرس تتشوك وتهرس. اذا شي حوايج بساط اللي غيحميو لنا هادشي كامل من الجهه تخلي لنا ذاك اللون ديالنا تبدا بوتي تابتي تغطي لنا ديك الزغبه البيضاء ياك الشيب وكلشي. اشنا واش خدمنا حنا في كلشي؟ خدمنا غير شويه داتاي والقشور البصله اللي تلوحوا نغليو على شكل مركز ناخذوا ذاك الماء وهما باش نشلوا شعرنا نخليه الاسبوع هذا الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع غيوصل واحد الوقت ديك الزغبه اللي بيضاء غترجع ما بقاتش بيضاء. دونك طريقه سهله هذه اسهل ما كاين سهل هذه سهله. ها حنا عطينا وصفه هذا حتى لو كان كثير مثلا نسبه الشعر كثيره ايوي ايوي الاولانيه ثانيا دابا غنرجعوا للصباغه الصباغه الصباغه بالزربه. اش قلنا؟ اول حاجه كنا قلنا لانوادكال لانوادكال هي العفصه او الحفصه. قلنا سيت اون اكس كروسونس ديال الشجره ديال البلوط تجي واحد الناموسه تتكها تحط البيض فيها باش تحمي هاد الشجره نفسها تبدا تخرج واحد الصمغ هذاك الصمغ تيدور على ذاك البيض وكل شيء على ذاك الشيء علاش تلقاو كل العفصه فيها ثقبه تتوصل اماتوريتي هذاك البيض وكل شيء تيرجع لنا يرقه من اليرقه تتكبر شويه دير لنا الجناح تبدا تثقب تتخرج طير. دونك العفصه كلها فيها ثقبه. العفصه اختصاص لاش؟ الوغ سي لا كول دو لا كولور
الكولا ديال اللون كتثبت لنا تثبت لينا اللون من جهة اخرى كاينه وصفه سهله 50% ديال الحنه 50% ديال العبصه تعطينا اللون الكحل الاسود من جهه تتلون لينا بالكحل ومن جهه اخرى سي لا كول دو لا كولور اش كنا قلنا على العبصه قلنا الجرح اللي قتال اللي ما تيتسدش الدم خذ العبصه طحنها ردها بودره دردرها على هذا الجرح به فيه تسدو اش كنا قلنا على نواد قال على العبصه قلنا الاسهال اللي قتال درتو كل شيء كرشكم جاريه باش توقف والو ملي تنديروا العبصه تقبطلها به فيه دونك عندها بزاف الطفح الجلد ديالها تقبطلها الرحمه للجلد ومشاكل الجلد وكل شيء دونك العبصه اول عقار او اول انغريديون اللي غنديروه هي العبصه حطينا مثال بسيط 4-5 الحبات ديال العبصه حطيناهم بوحدهم حطينا واحد المعلقه كبيره ديال لويني الحنه حطينا دابا غنهضروا على اللون الاسود الوغ لا خدينا الورق ديال القرقاع غايه اختصاص الورق ديال القرقاع بوحدهم نتبخوهم يوميا ياك على شكل مركز ونسقيو بهم شعرنا يوميا 15 20 يوم شهر رجعت الزغبه كحله ميم البيضه ميم البوال بلون دونك عندنا الشيب يعني يرجع كحل وهاد الوصفه فعاله تتشد لنا الزغبه تتساعدنا بزاف تقوي ايقاف تساقط الشعر وكل شيء وتحتو على النمو الورق ديال القرقاع راه دقه بطله للطفح الجلدي حنا تنعرفوا السواك هو اللحاف ديال الشجره ديال القرقاع ياك السواك مستحب بزاف لاجونسيف اللثه هذاك الرحمه اللثه سي ان انتيسيبتيك قتل الجراثيم وميم لي فيروس دونك جيرم ميكروب اي فيروس دونك لا خدينا السواك وزدنا الورق ديال القرقاع ولا عندنا حتى القشره ديال القرقاع راه دابا الله يعطيهم الصحه انا شريتها من عند العشابه كاينه هذاك الور خدينا هذا الورق ديال القرقاع تبخناه شدينا المتبوخ ديالو على شكل مركز درناه بوحدو لشعرنا راه تيلونو بالكحل شلنا لنا به فمنا تيجمع لنا لي زاف تحيدنا التياب اللي كاين فمنا وكل شيء راه صالح للجلد صالح بزاف د الحوايج الورق ديال القرقاع انا بنفسي اختي سميه درتها 81-82 مقوي جنسي كاينه وصفه سهله غير ورق ديال القرقاع مطحون ومغربل وزيد عليه الكول 95 دوغري ونساها خمرها رحمه غايه الورق ديال القرقاع انا بنفسي كنت دخلته في الروح ديال القهوه اون اسونس دو كافي كو جافي فابريكي سافي لونتون كي تي سوبليما الكو والله اختي ما كاينش حتى دابا في السوق روح ديال القهوه روح القهوه نقيطه تزيديها في اي كاس ديال القهوه وتشميها ب 10 و15 متر ما تشبعيش منها ومقويه جنسيه وفتكب شحال من حوايج دونك الورق ديال القرقاع قلنا العفصه وزدناها الورق ديال القرقاع وزدناها السواك اللي هو اللحاف ديال شجره القرقاع ولكن حتى القشور القرقاع راه مستحبين مزيانين السالميه لاصوج تتلون بالكحل الريحان لومير تيلون بالكحل لا خدينا غير هاد لي زانغريديون راه حتى القشور ديال الدنجال تيلونوا بالكحل هذاك لا خدينا المريو كله انت فهمتي خويا شويه من الحاجه هو نتبخوهم على شكل مركز ناخذوا النص ديال البودره نحطوها بوحدها نخلطوها مع العفصه والحنه وداك الشيء ولا خذوا النص ديال البودره الاخرى او اللي بقى لنا لي شوت ديشي اللي بقى لنا نتبخوه على شكل مركز هو باش نسقيه دابا تصوري نفس الوصفه اللي هضرنا عليها دابا كحله بغينا نفتحوها نحلوها وردوها لو شاتان شوكولا في لاراسين غادي ديغرادا اون شاتان كلير دوري يانسي دو سويت الور بغينا نفتحوها القهوي المفتوح اللي عنده لي ديفيرون طون لمعان ديالو ديال الذهب راه لون رائع تيهبل نزيدو عصير خزو نزيدو مركز ديال الشاي نزيدو الحامض عصير الحامض او خل التفاح نزيدو قشور ديال الرمان الرميمين نطبقو هادشي على شكل مركز هذاك ونزيدو على الخلطه الاولانيه هو عطانا لون بني مفتوح وكل شيء لا بغينا نفتحو اكثر نزيدو اكثر من الحامض او اكثر من خل التفاح كيفتحوا اللون ها حنا جواب دابا للسؤال الاول السؤال الثاني ديال السيده قالت لك بنت عندها 18 عام ضعيفه اش قلنا في الغذاء الملكي اختي سميه قلنا الغذاء الملكي الشغاله تتعطيه اليرقه مده 5 ايام تتغلط ب 2250 خطره بمعنى رقم واحد كعقار اللي غيغلط لنا واللي غيعطينا اللحم وهذاك الشيء كامل ويغلط باللحم راه ماشي بالشحمه سي ديفيرون هذاك ومن الجهه اخرى يعطينا قوه خارقه بالغذاء الملكي راه استقوا العيالات اللي بغاو يولدوا دونك يخلق لنا المبيض وداك الشيء كامل
الو وفي العشاء فيه كل شيء. يعني تاخذ الغذاء الملكي تقريبا شحال؟ جميع الاملاح المعدنيه، جميع الفيتامينات، جميع لي اسيد امينيه ايسونسييل اي سكوندير كي سون رار في لا نوتريسيون و كو لو كور نو فابريك با. دونك فيه العجب الغذاء الملكي. شحال المقدار تقريبا؟ بلاتي انا غندوزو المقدار. احنا ديجا عندنا عقار ممتاز بوحدو، راه كافي بوحدو كافي بلاتي. الوصفه اللي زوينه سهله ملجي الرضا منها، الحليب طبيعي منها، ضدها شاشات العظام منها، تتحيلنا المناعه وكل شيء منها، تعطينا القوه كل شيء. القانون ساهل. اش يقول القانون؟ لا نبتنا غير القمح بوحده وخدينا اربعه المعلقات صغار بحال خدينا 40 معلقه ما منبتاش، اذا غنغلطوا صحه. لا خذوا الحوايج اللي تيغلطوا، كنا في المغرب في العالم الاسلامي كامل في الدنيا كلها ميم في لي ديفيرون زوتر فارماكوبي قلنا شكون اللي وكل بنادم كله هذاك في الحرب الاولى والثانيه؟ راه كون ما كانت الحلبه راه الملايين ديال الناس تموت. الحمد لله احنا ما عشناش هاد الحقبه وداك الشيء، تنقولوا عام الجوع ياك سي السنين اللي سبعت الحرب وقلت الماكله وكل شيء. راه الحلبه، راه احنا واحد الوقت ما لقيناش المغاربه ما لقيناش ما ناكلوا، تولينا ناكلوا يرني ويرني راه ضاره وكل شيء، جدوره تنجبدهم وناكلهم علاش قلت الماكله. الور الحلبه شي تيجبد شي الحلبه، لا نبتنا الحلبه خدينا اربعه المعلقات الصغار من منبتين ديال الحلبه، راه بحال خدينا 40 معلقه الحلبه كنا تنعرفوا تتغلط. الور كنت بين عريضتين كنت نقول، قلت لك الكثيره بعدوا منها حيت تتغلط مي بالشحمه ماشي باللحم. الور خدينا الحلبه وخدينا الصوجه وخدينا القمح ونبتناهم وبلاتي وزيدي اختي الشعير والخرطال والذره والإيلان والعجز، نبتنا هاد الثمانيه وزدناهم الغذاء الملكي نفس المقدار، عطينا مثال بسيط 100 غرام كل شيء 100 غرام، وزدنا حبوب اللقاح وزدنا طلع النخيل اللي تيغلط يعني. زدنا الجلجلان اللي تيغلط، زدنا زريعه الكتان، زريعه الكتان ما تتغلطش تضعف. دونك اذا كان عندنا مشكل في المعده خاصه اختصاص المعده دونك الا زدنا 100 غرام من كل حاجه وخلطنا التخليطه وعطينا معلقه صغيره قبل الفطور الغداء العشاء النعاس، راه قلنا بحال عطينا 40 معلقه بلاص ما نعطيو اربعه المعلقات نقدروا نعطيو سته معلقه قبل ومعلقه من بعد. احنا عندنا دواء فعال ممتاز هادي في كفه. اش كنا قلنا على السبيرولين؟ يا اون الغ ميكروسكوبيك دو دوس كي سوبليم سوبر خرج العقل اللي فيها هاد الخز ديال المحلو. اولا تتحل الشهيه، لا كثرنا منها تتحل الشهيه وتتغلط وبالتجربه. وكنت عطيت واحد المثل ديال صاحبنا فلان الفلاني اللي طويل ضعيف رقيق وكل شيء، والله اختي خد سبيرولين زدتو في الدوزاج، ضرب لي التليفون اخويا جمال اش هاد العجب عطيتيني؟ قلت لي علاش؟ ابراهيم علاش؟ قال لي والله ضرب سدابة تغديت بان بولي روتي بدجاجه محمره بشلايط ديالها بالفريد ديالها يلاه تحلت لي الشهيه ودرت اون دوزيام كوموند. والله اختي وقسما بالله هذا السيد ما دازش عليه واحد شهرين ونص ثلاث شهور غلاد زيان رجع فن تجوج تم تكونوا ضعاف وداك الشيء تيكون عندنا عقد وكل شيء. طيب نمشيو بسرعه عند شعيب. شعيب ميساج ديالو تيقول عنده بدا كيبان له شبه تونيا في اللحيه ديالو. اش قلنا على التونيا؟ الور قلنا وصفه سهله مجربه المئات 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 الخطرات بسيطه. خلينا ناخذوا لارمواز بلونش اللي هي من لا فامي دو لارتيميسيا. دونك الشيح، الشيح واعر، الشيح فن بين عريضتين. الشيح رقم واحد اللي تعطلت عليها لي راجل عليها غير باربعه الكيسان ديال هاد الشيح تشربهم اليوم الغد ولا البس غد يجيوها لي راجل ديالها. هذه راه مهمه هاد لافورماسيون للعيالات حيت تيوترونا تيعصبونا حتى هما الله يكون في عونهم. هذاك دونك باش نتهناو من المطارق ديال العيالات ومن نقير ومن الصداع ومن داكشي كامل عليكم الرجال غير بربعه الكيسان ديال الشيح عطيهم لعيالاتكم وتهناو منها وسهله وسهله. الور خدينا الشيح حرقناه حتى انا حيت تجربه باش طحنوا الشيح هو الاول وغربلوه وعاد باش ديروه في مقله وحطوه فوق العافيه وعطوه العافيه بالمهل وبقاو تحركوا. لو وقفتوا التحرك شعلات فيه العافيه ولا رجع رماد حتى رجع كحل كربونيزي حطيناه بوحدو حتى مين نحطوه نبقاو نحركوا فيه والا غتشعل فيه يرجع رماد تشعل فيه العافيه. نخرجوه على الدار
ما نحرقوش في الدار، راه الريحة ما تتحيدش، واخا تحكوا الحيوطة ما تتحيدش، راه خبيتها الريحة ديالو. ألور هذا الأولاني الشيح، غناخذوا الورق دخل شوف اللي تلوحوا، شديناهم قطعناهم بحال القزبر المعدن وعصرناهم، زدنا العصير ديالهم على الشيح محروق ونديروه للتونية، راه رحمة دقة بطلة. ها الأولانية. ثانيا غناخذوا واحد الشيح. نجاوبوا صفة واحدة باش نجاوبوا سناء هي آخر جواب. واخا خص الوقت. فازي أش بغا أش طلبات سناء؟ إدرا الحليب. سناء قالت لك لاحظت ان في يلا بدات كترد هذه ما كامله شهرين، لقات ان الحليب شويه ناقص. وسهله يلا جبدنا دابا هي هي حبه حلاوه الرحمه وبنينه ولذيذه، اش قلنا فيها؟ هاد الاخت اللي اخذت الوصفه ديال الرشيم، الحليب ما يوقفش، تاخذ غير رشيم. الرشيم بلاتي وعلاش؟ والخز وبنين. تاخذ اختي الليمون موجود فابور، تعصر الليمون وتزيدو مع خيزو وتشرب عصير ديال خيزو على طول النهار، الحليب ما يوقفش. دونك كاين بزاف د الحوايج، كاينه الوصفه اللي هضرنا عليها دونك لا من الحلبه تكثر الحليب، لا من الرشيم القمح يكثر الحليب، يعني ما يغيرش المذاق ديال الحليب بالنسبه للرضيع. لا العكس وبالعكس، اش قلنا؟ قلنا راه هو الحليب الطبيعي. ما تنسيش اختي الصوجة فعاله وداكشي. الوصفه بحال هاد الاخت بارك عليها، غير عصير ديال خيزو والوصفه ديال الرشيم،